السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، الصف السادس الإعدادي. اليوم راح نغير الأسلوب، لأن الموضوع اللي راح ندرسه اللي هو reported محتاج طريقة جديدة. نعم، محتاج طريقة جديدة، ولازم الطلاب هنا يركزون ويانا على اللي راح نسويه. موضوع معقد، موضوع صعب، خلينا شوية نسولف لكم عنه. احنا عندنا أزمنة بالكتاب اللي هي الماضي البسيط، مضارع بسيط، ماضي مستمر، مضارع مستمر، مستقبل بسيط، مستقبل مستمر. عندنا أيضا مستقبل going to، وعندنا المضارع التام، مضارع تام مستمر. أزمنة هواي عندنا بالكتاب. هاي الأزمنة شبابنا الأعزاء، أكو بعض الأساتذة من يدرسون الريبورتد يدرسون هاي الأزمنة بصورة منفصلة، يعني كل زمن يدرسوه فقط. هنا راح يصير عندنا حمل على الطالب، طالب خطية راح يندمر. ايش راح نسوي هنا أنا؟ طلابنا الأعزاء، يعني شلون أوضح لكم الفكرة؟ خلينا نقول احنا هكرنا هذا الموضوع. نعم، احنا قدرنا ان نهكر هذا الموضوع وعرفنا له طريقة، لكن خلينا شوية نبلش بيها. هنا عندنا عدة أشياء لازم الطالب يركز عليها، وهي شنو هاي الأشياء اللي الطالب لازم يركز عليها؟ المطلوب من عندنا إنه أول شيء نغير الزمن. بعد ذلك، وبعد ما غيرنا الزمن، راح نغير الشكل. الشكل هنا أكو ترتيبات. بعد ذلك عندنا الضمائر. الطالب من يجي يريد يحل الريبورت سبيتش، هذين الأشياء لازم يسيطر عليهن: زمن الجملة وشكل الجملة والضمائر. اوكي، خلينا نبدي نشتغل بيها. بالنسبة للزمن، أعزائنا الطلاب، عندنا بيها خطوات. أول خطوة حذف الدو والدز وتحويل الفعل، آسف خلينا نرتبهم، وتحويل الفعل للماضي. كبيرة هواي كلش. أولا نحذف الدو داز ونحول الفعل للماضي. طيب هسه الطلاب يسألون هواي أسئلة ما بيها دو داز. إذا ماكو دو داز يقلب الدت إلى هاد ويوضع بعد الفاعل ويقلب الفعل للتصريف الثالث. شوية بدنا نسولف مع الأساتذة. please 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 our teachers our master my my teachers I know that we shouldn't change it to had. We have to omit that and then put the sentence in the past participle, past perfect. I know we don't change the past simple to past past perfect, but I have to do this to make the student get the point. So please don't confuse them. We try to take the easier ways to make the student get the point of the subject for the report, because it is very difficult subject. So هذا طلبنا الأعزاء، يقلب الدد إلى هاد ويوضع بعد الفاعل ويقلب الفعل تصريف ثالث. طيب أستاذ، جدنا جملة ما بها لا دو ولا داز ولا دد. هنا بهاي الحالة إحنا إيش راح نسوي؟ بهاي الحالة شبابنا، خلينا بس خلينا أشرب حتى يكون واضحة. إذا ما جتنا لا دو ولا داز ولا دد، معناها عندنا فعل مساعد. يقلب الفعل المساعد للماضي ويوضع بعد الفاعل. اوكي، اذا هنا ذني الاشياء الثلاثه لازم نسويها. طيب هسه الطلاب يقول لي استاذ احنا ما نعرف الافعال المساعده. الافعال المساعده خلينا نكتب لكم اياها هنا، يا ريت تسجلوها لان راح تحتاجوها. يعني الـ is، كبرها شوية للطلاب الورود.
الـ is تقلب إلى was، والـ am أيضا تقلب إلى was، الـ are تقلب إلى was للمفرد، where للجمع. شنو الحكي هذا؟ لهسه راح تشوفون. طيب الـ was والـ where نفسهم تقلب إلى الـ had been، الـ can تقلب إلى could، الـ will تقلب إلى would. عشان ها الـ have، نسيناها الـ have، الـ have والـ has راح تقلب إلى had. نعم لأن طلابنا لازم يستشلوهن، هن ذن الأفعال المساعدة اللي أنتم تحتاجوهم. صح عندنا أفعال مساعدة جدا هواي، لكن ذن الأفعال المساعدة ما راح تحتاجونها هسه حاليا. يعني مثلا الـ must تقلب إلى الـ had been، وعندنا الـ may تقلب إلى الـ might، إلى آخره إلى آخره، عندنا هواي أفعال مساعدة، لكن ذن المطلوبات من عندكم وزاريا. أوكي نرجع نكمل موضوعنا. إذا يقلب الفعل المساعد، عندنا فعل مساعد، هذا الفعل المساعد يقلب للماضي وبعد ذلك يوضع بعد الفاعل. طيب نجي إلى شكل الجملة. شكل الجملة أولا إذا كان، خليناها إذا كان السؤال بدون أداة نضع الإف. شنو يعني استاذ السؤال بدون أداة؟ يعني إذا كان السؤال ما بي أداة استفهام، وات وير وين، خلينا نحكيها بالجلفي. أكو عبارة دائما نحكيها للطلاب يعني يفتهموها، يقول إذا كان السؤال، العفو، إذا غيرنا أول كلمة من السؤال نضع الإف. هي نضع المتكلم أو نضع عبارة المتكلم في بداية الجملة. شنو هاي عبارة المتكلم؟ عبارة المتكلم اللي بها است، شلون ما تعرفوها؟ بعد ذلك تقلب، ها حذف الفارزة وعلامات الاقتباس وتحويل علامة الاستفهام إلى نقطة. هذا شكل الجملة لازم يكون بهاي الطريقة. بعد ما خلينا الإف نشوف تخيف نخليها لو لا، وعبارة المتكلم والفارزة إلى آخره، نجي إلى الضمائر. شبابنا الأعزاء احنا ايش عندنا بالضمائر؟ أسف، عندنا الكلمة بعد الآست، مو عندنا است؟ نعم اكو كلمة بعد الاست، هاي تركزون عليها. هاي الكلمة بعد الاست يا اما تكون مذكر، يا اما تكون مؤنث، يا اما تكون مي. طيب طلعت مذكر، اذا طلعت مذكر راح تروح لليو تقلبها الى هي، وتروح لليور تقلبها إلى هز. طيب إذا طلعت مؤنث، إذا طلعت مؤنث راح تروح لليو تسويها شي، وتروح لليور تصير هير. طيب وإذا طلعت مي، إذا طلعت مي تروح لليو تصير آي، وتروح لليور تصير ماي. تبقى عندنا ملاحظة. شنو هاي الملاحظة؟ الملاحظة تقول إذا وجدت الآي في الجملة، يعني لقينا الآي بأصل الجملة ما حوليها، إذا وجدت الآي في الجملة تقلب حسب الفاعل. راح نجي عليها واحدة واحدة وراح نشوف شلون هاي الشغلة تصير. خلينا نغير نحطيها لون مختلف لأن هاي شغلة مختلفة تماما. أوكي هنا خلينا ناخذ بعض النماذج الوزارية شبابنا الأعزاء حتى نقدر نسيطر على الموضوع
ليش 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 ليش؟ نعم تمام. ظهر بعد شوية تمام. حتى يصير عندنا مجال هنا أنا. أوكي شباب، إحنا إيش راح نسوي؟ راح نروح إلى الأسئلة الوزارية من 2014 لليوم، نشيكهن واحدة واحدة ونشوف هذا الكلام اللي إحنا حكيناه صحيح لو غلط. احتمال أنا حاطكم يعني مثلا أكذب عليكم، ما بيها شيء، مو ما بيها شيء أكذب عليكم، ما بيها شيء تأكدون إنه أنا أكذب عليكم لو لا. نجي هنا مثلا عندنا هاي الجملة، عندنا هاي الجملة طلابنا الأعزاء، خلينا ناخذها نخليها هنا. أوكي. هاي الجملة قال سويناها ريبورتد، فاحنا راح نشتغلها ريبورتد. أول شيء راح تشتغلون الزمن، لازم نضبط الزمن. بيها دو داز؟ لا ما بيها دو داز. طيب بيها ديت؟ لا ما بيها ديت. طيب بيها فعل مساعد؟ نعم، احنا سولفنا لكم على الأفعال المساعدة. شو راح نسوي الفعل المساعد؟ يقلب الفعل المساعد إلى الماضي يعني كنت، وبعدين يوضع بعد الفاعل. انتهينا من شغلة الزمن، نروح إلى الشكل. إذا كان السؤال بدون أداة استفهام، صح إحنا ما عندنا أداة استفهام، إذا راح نخلي الإف. نضع عبارة المتكلم في بداية الجملة، هاي عبارة المتكلم راح نخليها في البداية. حذف الفارزة، حذفنا الفارز وعلامات الاقتباس وهاي يصير نقطة. نجي هنا أنا. الكلمة اللي بعد الآست، هاي الآست، والكلمة اللي بعد الآست شنية؟ مي، هاي المي. إذا نروح لليو تقلب إلى آي، استاذ ما عندنا يو. طيب تروح لليور تصير ماي، استاذ ما عندنا يور. تمام، إذا وجدت الآي في أصل الجملة تقلب حسب الفاعل، هنا شي، إذا هاي الآي تصير شي. تمام، احنا شو راح نسوي؟ راح ناخذ الجمل الوزارية كلها وراح نشتغل عليها، فطولوا بالكم ويانا شبابنا الورود. ناخذ هاي الجملة، اوكي، واحد، حذف الدو داز وتحويل الفعل للماضي، صح؟ انا عندي دو، دو الذي تأتي بعد أداة الاستفهام، نحذفها ونروح نحول الفعل للماضي بإضافة الإيد. هنا شباب لازم تحفظون الشواذ، إذا كانت من الشواذ تقلب حسب الشواذ، وإذا مو من الشواذ تحط لها إيدي. طالما إحنا عندنا شواذ، العفو، طالما هنا ليس من الشواذ راح نخلي لها إيدي. بعد ذلك انتهينا من الزمن، ضبطنا الزمن. نجي هنا إلى شكل الجملة. شكل الجملة إذا كان السؤال بدون أداة استفهام نضع الإف، لا إحنا عندنا أداة استفهام ما نخلي إف. نضع عبارة المتكلم في بداية الجملة، والله هي موجودة في بداية الجملة. تمام، حذف الفوارز وعلامات الاقتباس ونروح نحول علامة الاستفهام إلى نقطة. تمام سويناها. الكلمة اللي بعد الآس شنية؟ صائب، مذكر. إذا راح تروح لليو تصير هي، واليور تصير هيز. ما دام عندنا مذكر نروح لليو تصير هي، واليور تصير هز. اوكي، ايضا بعد جملة هذه، مرة ثانية خلينا نجي مثل ما فهمناكم طلابنا الاعزاء. طلابنا هسه راح نبدأ بجمل بسيطة، بعدين اكو جمل معقدة. معقدة يعني تخالف القواعد؟ لا مو تخالف القواعد، وإنما التعقيد شلون صاير؟ خلينا نشوف أحسن. أول شيء حذف الدو داز، ما عندنا دو داز. طيب إحنا عندنا ديت؟ نعم، إذا عندنا ديت فهاي ديت راح تنقلب هاد. خلصت؟ لا، يقول بعد ما قلبتها هاد توضع بعد الفاعل، خليناها بعد الفاعل. تمام، وبعد ما خليتها بعد الفاعل يقول تروح للفعل تسوي تصريف ثالث. إذا هاي منظومة كاملة لازم تركزون عليها. انتهينا من الزمن. نجي هنا الشكل، نخلي الإف لو لا؟ لا احنا عندنا أداة استفهام ما نخلي إف.
نضع عبارة المتكلم بالبداية، والله هي موجودة بالبداية. حذف الفوارز وعلامات الاقتباس، وهاي علامة الاستفهام راح تصير نقطة. الضمائر، الكلمة بعد الآس شنية؟ عندنا زا مؤنث، طالما عندنا مؤنث راح أروح لليو أقلبها إلى شي، فإحنا راح أروح لليو تصير شي، وبهيش حالة انتهت الجملة. خلينا ناخذ بعض الجمل المعقدة، هي ماكو جمل معقدة بس يقولون عليها معقدة، فخلينا نجي نشوف شلون هاي الجمل وين صايرة وشلون تنحل. مثلا عندنا هاي الجملة، تمام، طلعنا هنا عندنا هاي الجملة، فاحنا شنو نريد من عندكم؟ بدكم تركزون ويانا، يعني بينا نركز. هذا هو السؤال اللي راح نشتغل عليه، وهذا هو المتكلم. طيب هذني شنو البقية؟ هذا منطوق سؤال ما لك علاقة بيه، احنا شغلنا راح يصير فقط في السؤال وفي المتكلم. أول شيء حذف do does، ما عندي do does، إذا ما عندنا do does نروح إلى did، عندنا did، لا ما عندنا did، إذا نحن عندنا فعل مساعد اللي هو ال is. شو هذا الفعل المساعد؟ يقول يقلب للماضي، يعني ال is راح تصير was، تمام، ويوضع بعد الفاعل، هذا your مو فاعل، وهاي الصفة، إذا هذا هو الفاعل. نعيدها، اليور مو فاعل، اليو فاعل بس اليور مو فاعل، وعندنا هنا فيفورت صفة، وهنا عندنا روت، إذا خلاص هي ورا الروت ما بقى غيرها. إذا كان السؤال بدون أداة استفهام نضع اف، لا، عندنا أداة استفهام ما نحط الاف. المتكلم يوضع في بداية الجملة، نجيب المتكلم نخليه في بداية الجملة. حذف علامات الاستفهام ونخلي مكانها نقطة. نجي إلى الضمائر، إيش عندنا هنا؟ عندنا بعد الآسك أكو مي. طيب اليو تقلب إلى آي واليور تقلب إلى ماي، أنا عندي يور إذا تقلب إلى ماي، وبهيش حالة سيطرنا على الموضوع. أوكي، ناخذ بعد الجمل اللي يقولون عليها معقدة، وين راحت؟ مثلا هاي الجملة، أولا do does ماكو، did ماكو، إذا عندنا فعل مساعد اللي هو ال have، يقلب للماضي يصير had، ويوضع بعد الفاعل، انتهينا من عندها. الشكل نخلي الاف لو لا، نعم اذا كان السؤال بدون، انا ما عندي اداة استفهام، واذا كان السؤال بدون اداة استفهام نضع الاف. عبارة المتكلم نجيبها بالبداية، تمام، نحذف علامة الاستفهام، علامة الاستفهام والاقتباس والفوارز، هذين كلهن نصفي الجملة هيج. الكلمة اللي بعد الاس شنية؟ ما عندي كلمة بعد الآست، إذا قبل اليور تصير آي. نشتغل على هاي الحالة. مثال آخر. سهلة هاي، نفس الأسلوب، نفس هاي الجملة. هنا عندنا هاي الجملة يا شبابنا الأعزاء، تعال خلينا نشتغل عليها. أولاً do does ماكو، did ماكو، فعل مساعد نعم، يقلب الفعل المساعد إلى الماضي، راح تقول لي أستاذ هي was أصلاً ماضي، لا تصير had been، ورا ما صارت had been راح نضعها بعد الفاعل هنا. أوكي، نحط للإف، نخلي الإف، لا ما نخلي الإف لأن عندنا أداة استفهام، نجيب المتكلم بالبداية. الكلمة اللي بعد ما عندي اصلا اليو حتى احولها، اذا هاي الجملة ما بيها اصلا ضمير حتى احوله،
مثال آخر، نعم هي هاي الجملة اللي أني منتظرها. أي شباب الأعزاء، شنو هاي الجملة؟ هاي الجملة يا أبويا إيش قاعد يقول؟ Do does ماكو، did ماكو. إذا عندنا فعل مساعد، نعم يقلب الفعل المساعد للماضي ويوضع بعد الفاعل، يصير you were. نخلي الإف، لا أنا عندي أداة استفهام، إذا ما أخلي الإف، نضع عبارة المتكلم، هي أصلا موجودة بالبداية. إذا حرف حذف، حرف حذف الفارزة وعلامات الاقتباس وضح من علامة الاستفهام تحولها نقطة. الكلمة اللي بعد الآست مي، يقول الكلمة اللي بعد الآست إذا كانت مي أروح لليو تصير آي، إذا اليو تصير آي. وهنا هو مربط الفرس، شو هو مربط الفرس؟ ما دام عندنا آي، إذا الآي ما تاخذ وير، تاخذ ووز، خذها بالرضاعة. قبل شوي سولفنا قلنا الار نخلي لها ووز في حالة المفرد، وير في حالة الجمع، والاي تاخذ ووز. عندنا بعض جمل مميزة بها مشاكل، لا بصراحة كلها نفس الاسلوب وكلها نفس الطريقة، وماكو اي جملة يعني بها اشكاليات. هاي الجملة، هاي الجملة اللي اجت اعتقد سنة 2016، لا 2017، كانت أسئلة صعبة جدا للطلاب وإجتنا هاي الجملة. خلينا نجي نشوف فيها هاي الجملة أبويا. نجي على الزمن، do does did ماكو، ماكو عندنا فعل مساعد، نعم نضع الفعل المساعد يصير was ويوضع بعد الفاعل. الطلاب ركضوا على هذا عبالهم هذا فاعل، لا يا أبويا هنا أنا. شلون؟ تعال فهمنا ليش مو اليو فاعل؟ هنا اليو ما دام اجى بالاخير هنا حرف جار مو فاعل، هذا ضمير مفعول به ماخذين بالثاني المتوسط، بس اكيد ناسين الثاني المتوسط. هنا عندنا الصفه يصير قبل الصفه، لان هنا عندنا اسم حتى تصير معناها الستره كانت جيده. طيب نخلي الاف لا 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 ما نخلي، نعم نخلي الاف، لان اذا كان السؤال بدون اداه استفهام راح نضع الاف. تمام خلينا الاف، نجيب عباره المتكلم خليها بالبدايه. نحذف الفارزه وعلامه الاستفهام، خلي نقطه. الكلمه بعد الاس شنيه؟ مي، اروح لليو تصير اي واليور تصير ماي. طيب استاذ انت قلت لنا هذا مو فاعل، يعني هذا انقلبه اي، لا يلي هذا راح انقلبه ماي، لا يا مي. ليش؟ لانها ليست فاعل. هذا الحكي موجود استاذ، يعني موجود بالكتاب. لا ليش ما موجود؟ شوب اسيستنت، لا هاي اللي راح ندور عليها. هاي شوفها، هاي الجملة موجودة صفحة 71، هي هاي الشغلة مالتها. فإذا ملاحظين هنا طلابنا الأعزاء ريد جاكيت ووز، بس هي عندنا هذه الإشكالية فقط. بعد غيرها ما أعتقد إنه إحنا عندنا بعض صعوبة بهذا الموضوع. كلها مادة سهلة ونفس الأسلوب راح تتبعه، وما عندك ما عندك أي مشكلة بيها. نعم ما عندنا أي مشكلة، حتى الأسئلة اللي جت 2020 نفس الطريقة ونفس الأسلوب.
خلينا نحل هاي الجملة لأن ما أخذنا جملة على الدت. مدري أخذنا جملة على الدت، الله أعلم. خلينا نحلها، ما راح تأخر. أوجناكم طلابنا. نجي هنا أنا. Do does ما عندنا did، نعم تقلب did إلى had وتوضع بعد الفاعل، ونروح للفعل نسوي تصريف ثالث، خلي الاف، نجي إلى شكل الجملة، خلي الاف، لا ما خلي الاف، العبارة المتكلم نجيبها نخليها بالبداية، حذف الفارزة وعلامة، عندنا هنا بس علامة الاستفهام راح تصير نقطة، الضمائر بعد الاست عندي مي، عندي هير مؤنث، اذا راح نروح لليوصير شي، يصير شي، واليور صير هير، لان اذا عندنا مؤنث اليو صير شي واليور صير هير. علامة طلابنا الاعزاء هو هذا الموضوع بكل بساطة، يعني ما بي أي مشكلة. نعتذر اليوم ما طلعنا على السبورة، لكن مثل ما قلنا لكم إن هذا الموضوع يحتاج أسلوب خاص حتى الطلاب يفتهمونه. يا ريت إنه أنت لما تجي تحل على هذا الأساس. أنا شفت بعض الملازم وبعض الأساتذة يعني عجيبة غريبة، الموضوع مسوي حصبة وجدري على الطلاب. يعني أحد الأساتذة لقيت 5 صفحات كاتب ملاحظات، يعني انا درس هذا الموضوع من قريت هاي ال5 صفحات تيهت الاول والتالي شلون بقيه الطلاب. طلابنا الاعزاء اذا عجبكم الفيديو يا ريت تسووا له اشتراك، تسووا له مشاركه، تعليق حلو هيك ينم على اخلاقياتكم الطيبه، وايضا حاولوا لايك اذا انتم على اليوتيوب، سووا سبسكرايب، وشكرا جزيلا.